أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم ثنايا الخبر. قتل 3 عناصر لقوات الحماية الكردية وأصيب آخرون في قصف للجيش التركي استهدف مواقعها قرب مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي. وأوضحت مصادر إعلامية أن القصف التركي استهدف مواقع قوات الحماية في جبل برصايا بأكثر من 70 صاروخا. وتزامن القصف مع اشتباكات متقطعة بين الجيش الحر وقوات سوريا الديمقراطية في عدة قرى وبلدات في ريفي حلب الشمالي والشرقي. وكانت صحيفة روسية تحدثت عن عزم تركيا إطلاق حملة عسكرية ضد حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي. فهل ستبدأ القوات التركية بالفعل بهذه العملية قريبا؟ وهل ستمتد إلى مدينة عفرين؟ وما هي أهداف هذه العملية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها الضيوف. جميل عمار المحلل السياسي سينضم إلينا من ستوكهولم، وأيضا السيد مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي للواء المعتصم من غازي عنتاب. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد مصطفى. سيد مصطفى، قبل أن نتحدث عن العملية وهل ستنطلق، ما هي آخر الأخبار هناك وآخر أخبار الاشتباكات وماذا يحدث بالتفصيل على الحدود الشمالية لسوريا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما قلت قبل أن نبدأ بالحديث عن العملية العسكرية المرتقبة في المنطقة، لابد أن نؤكد وننوه أننا كفصائل للجيش السوري الحر العامل في ريف حلب الشمالي استنفذنا كل سبل للتوصل للحل السلمي في المنطقة بهدف استعادة القرى العربية من تنظيم الوحدات الكردية. استمرت المفاوضات لأكثر من 3 أشهر. حقيقة أطلقنا هذه المبادرة بهدف منع حصول أي اقتتال وأيضا إعادة الحياة إلى طبيعتها. كنا سابقا كعرب وكرد نتعايش بشكل طبيعي. أبناء هذه المناطق بينهم قرابة، بينهم علاقات قوية ومتينة جدا، إلا أن بعض المجموعات المتطرفة الإرهابية والتي للأسف اتخذت من مدينة عفرين منطلق لعملياتها العسكرية باتجاه القرى العربية، يعني دائما تحاول وتسعى لخلق الاقتتال. وعندما سيطرت على المناطق العربية كالرفعت ومنغ وعين دقنة وباقي القرى، يعني أيضا ساهمت في خرب العلاقة، تخريب العلاقة بين أبناء هذه المناطق. طيب، سعينا جاهدين من خلال المفاوضات للتوصل إلى يعني حل سلمي يفضي باستعادة هذه المناطق، لإعادة أكثر من 300,000 مدني نازح، إعادتهم إلى أراضيهم ومنازلهم. إلا أن هذه المجموعات المتطرفة للأسف قامت باستقدام الروس إلى المنطقة واتخذوا من منطقة كفر جنة قاعدة عسكرية، ويعني في محاولة لقطع الطريق على الوصول إلى حل سلمي، على الرغم من أن هذه المبادرة تحديدا قد تلقت دعم من التحالف الدولي، ولكن كما قلنا للأسف هذه المجموعات المتطرفة أرادت قطع الطريق. طيب، أرجو أن تبقى معي سيد مصطفى، وسنتحدث عن هذا الكلام تحديدا بعد الفصل. سينضم إلينا السيد شيفان الخابوري من حركة المجتمع الديمقراطي الكردي من الطرف الآخر، وأرجو أن تتحدث بهذا الكلام. على كل أحوال سيد جميل عمار، أهلا بك معنا. سيد جميل، كيف نفسر سياسيا الاتفاق التركي الروسي في دخول الجيش الحر بدعم تركي طبعا تحت مظلة تركية إلى هذه المناطق؟ وطبعا الصحيفة الروسية تتحدث عن انسحاب القوات التركية من مدينة عفرين. يعني خلينا أول نتفق على أنه بالرغم من كل السياسات العشوائية اللي عم تقوم فيها أو اللي فيها نوع من عمليات التواطؤ مع النظام سواء الروس أو حتى سواء التحالف الدولي،
ولكن في إجماع دولي على وحدة الأراضي السورية، يعني سواء من المحيط الإقليمي أو حتى من سواء من المجتمع الدولي. يعني لا روسيا اللي هي موالية للنظام، ولا حتى إيران، ولا حتى أمريكا أو حتى الجوار الإقليمي يسمح بعملية خلينا نقول تجزئة سوريا. الكل مصر على وحدة سوريا، ناس مؤمنة بوحدة سوريا تحت لواء النظام، وناس مؤمنة بوحدة سوريا تحت لواء ما بعد سقوط النظام. هذا كله بيأهل على أنه لا يمكن أن تكون هنالك أي فرصة لأي مجموعات انفصالية كردية أن تأخذ ما يسمى يعني موطئ قدم. الأكراد حاليا كما يعني قلنا سابقا عبارة عن وقود لعمليات ساعة تستخدمها روسيا تجاه بعض الأطراف نكاية في الأتراك، وساعة يستخدمها الأمريكان لمواجهة الفصائل اللي بسميها فصائل متشددة أو إرهابية وما شابه ذلك. لكن في النهاية الأكراد في هذه اللعبة السياسية هم عبارة عن بيدق من السهل جدا أن يرمى خارج الرقعة، وهما وقود أي صراع. ولذلك من الناحية السياسية يستخدم لفترة ما معينة، ثم الدخول التركي هو يعني للجم هذا الموضوع. يعني شفنا نحن حاليا نحن قاب قوسين أو إنهاء حالة داعش في الرقة وإنهاء داعش في الموصل. إذن يعني انتهى دور داعش، يجب أن ينتهي دور الأكراد بنفس الوقت. ينتهي دور الأكراد بالدخول التركي، لأنه في النهاية تركيا هي في الناتو، وغير مسموح لأن تشكل يعني على إحدى دول الناتو أي خطورة من بوضع إقليمي. وطبعا الانفصال الكردي في الجنوب تركيا يؤثر بشكل أو بآخر على الداخل التركي، ولذلك لا يمكن إنه لا الأمريكان ولا الروس يوافقوا على أن يكون هنالك كتلة كردية تشكل خطر في المستقبل على الوضع أو الأمن القومي التركي في الداخل. طيب سيد جميل، يعني أفهم منك أنك تقول عن حزب الاتحاد الديمقراطي أو قسد أو كل هذه التشكيلات، تقول إنهم بيادق، ولكن في على أرض الواقع هم يسيطرون على مناطق ربما أكثر من المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد، وهم منظمون بالفعل ومدعومون من التحالف الدولي لقتال تنظيم الدولة. بالضبط، هم لهم وظيفة مؤقتة ومحدودة تماما. يعني سبق لداعش أنه يعني تمدمدت أكثر من ما هو موجود على مجموعة قسد أو غيره أو ما شابه ذلك، ولكن انحسرت في النهاية. حاليا هالقوات هذه حماية الأكراد أو ما يسمى البي بي كي أو البي وداي، هالأسماء المختلفة، 14 فصيل كردي موجودة على الساحة السورية، كلها في النهاية عبارة عن بتصير إلى المحرقة اللي عم يفرضها المجتمع الدولي. يعني عم يستخدموا هذول لحساب التحالف الدولي أو لحساب روسيا لكل فترة في لهم. يعني شفنا لاحظنا فترة من الفترات صار لهم عفوا ممثلية في موسكو، بعدين أغلقت لما صار توجهوا جماعة إلى الحضن الأمريكي. فالعملية كلها عملية سياسية، استخدام هالمجموعات هذه استخدام عسكري مؤقت لفترة ما معينة يستنزفوا فيها. طيب، وبعدين بيرتفعوا على الرأس. هنا السؤال، إذا سيد جميل، هل من الممكن أن نشهد اشتباكا قويا بين الجانب التركي وهذه القوات، قوات قسد واليبكي والبي واي دي وهذه الأحزاب؟ هل يمكن لها أن تقاتل بالفعل، تقاتل دولة وهي تنتشر على رقعة كبيرة، أم هي ستنحسر وستنسحب مباشرة؟ كيف سيكون المشهد هنا؟ لا هو أكيد لا شك كل هالحجم العسكري اللي والدعم الأمريكي لهم دعم لمواجهة داعش غير مؤهل. التجمعات العسكرية تبعتهم والتشكيلات العسكرية غير مؤهلة لمواجهة الجيش التركي. ولذلك من السهل حتلاقي، يعني شفنا نحن لما كان في عندي درع الفرات شلون كان وضعه للجماعة، يعني التقهقر كان سريع والانسحاب كان سريع. حاليا يعني سيف الفرات ربما يكون لأنه في ضوء أخضر روسي وضوء أخضر أمريكي أكثر للجيش التركي، فحنشوف أنه عملية اللي يمكن المداهمة أقصر، وربما قد تكون أقصى، وممكن تقسم ظهر هذه القوات هذه الانفصالية بشكل أو بآخر.
لكن يعني غير مؤهلين، كل يعني جماعة استلموا عربات، استلموا بعض العربات مسلحة مصفحة، ناقلات جند، طيب بعض الأسلحة المتوسطة، ولكن غير أشكر. مؤهلة الأسلحة معهم لمواجهة الجيش نعم أشكر. التركي. شكرا جزيلا لك سيد جميل العمار المحلل السياسي على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة، وأعود إليك سيد مصطفى. سيد مصطفى، صحيفة سفودينيا الروسية ذكرت أن الحملة ستستمر 70 يوما، وأن القوات التركية أكملت استعداداتها مع الجيش السوري الحر لبدء الحملة العسكرية التي ستشمل إلى جانب مدينة ستشمل كل هذه المناطق إلى جانب مدينة عفرين. لماذا عفرين؟ طبعا حتى هذه اللحظة لم نخرج ببيان من خلال الجيش السوري الحر أو حتى من خلال القوات الخاصة التركية والتي تعتبر هي حليف للجيش السوري الحر في حربه ضد الإرهاب عن موعد العملية العسكرية أو حتى عن يعني لم نتحدث عن بعض تفاصيل هذه العملية العسكرية، أين سوف تكون وما هي أهداف هذه العملية العسكرية؟ ايوه إنما ما باستطاعتي أن أوضحه من خلال قناتكم أن تفضل. نقول بأن الجيش السوري الحر بالتأكيد هو معني بتحرير هذه المناطق، لن نسمح باستمرار الهجمات الإرهابية والتي مصدرها هي مدينة عفرين وأيضا تل رفعت وباقي القرى المحتلة. وبالإضافة الجيش التركي القوات الخاصة التركية لم تدخل للأراضي السورية في نزهة، بالتأكيد هناك مصلحة مشتركة للجيش السوري الحر وأيضا القوات الخاصة التركية باستمرار العمليات العسكرية باتجاه القوى الإرهابية، وقد كان واضحا من خلال التصريح الأول يوم أعلنا انتهاء عملية درع الفرات، قلنا بأنها انتهاء العملية لا يعني انتهاء الأعمال العسكرية بل يعني الانتقال إلى مراحل ثانية. تل رفعت منه وباقي القرى هي مناطق محتلة من تنظيم إرهابي، أيضا مدينة عفرين يوجد بها قوى إرهابية متطرفة تعمل على طيب يعني استمرار توجيه الضربات الإرهابية إلى هل مدينة طيب طالع هل هنالك ومدينة أي حل جاز، سياسي وأيضا ربما لا سيد ننسى مصطفى؟ منبج. وانضم إلينا الآن سيد شيفان الخابوري. هل هنالك، أنت تحدثت أنه منذ أشهر بداية الحلقة كان هنالك مفاوضات وما إلى هنالك لحل لإعادة المهجرين أكثر من 300,000 قلت، والآن ألا يمكن هنا أن نعود إلى حل سياسي ربما ونتجنب حرب ربما وعملية عسكرية؟ حقيقة نحن سعينا وبجدية كاملة وقد بدأ واضحا وصريحا مساعي الجيش السوري الحر ل يعني إيجاد حالة سلمية في المنطقة. معظم المكونات للقوى الثورية والفعاليات المدنية وفصائل الجيش السوري الحر قاموا بتكليف وتفويض لواء المعتصم للبدء بالمفاوضات مع الجانب القوى المسيطرة في عفرين ومحيط مدينة عفرين. طبعا أجرينا عدة اجتماعات، حاولنا يعني جادين ل يعني فعلا عدم الوصول إلى اقتتال وبدء عمل عسكري، أيوة. ولكن أقولها وبكل صراحة القوى المسيطرة أو القوى المتنفذة في عفرين وتل رفعت مفهوم ليست فكر واحد ولا مفهوم يحملون إرادة واحدة، والبعض منهم وهم الأقلية شعرنا أنهم يريدون أن يكون يريدون التوصل إلى إلى حل. حل سلمي والانسحاب من المناطق، ولكن للأسف القوى المتنفذة التي تمتلك المال وتمتلك السلاح لا تريد شعرنا ذلك. أنها طبعا في وجود الضامن الأمريكي هم قالوا أننا سوف نسلم، اجتماع عين العرب قالوا سوف نسلم، ولكن هم استقدموا الروس إلى المنطقة في محاولة لقطع الطريق وإنهاء المفاوضات بالفشل، فشعرنا بأنهم يعني غير جادين حقيقة ولا وصلتك. يريدون إحلال السلام في هذه المنطقة. طيب وصلت الفكرة، شكرا لك، أرجو أن تبقى معي. وينضم إلينا الآن سيد شيفان الخابوري، حركة المجتمع الديمقراطي الكردي من برلين. أهلا بك سيد شيفان. يعني كان هنالك، استمعت إلى سيد مصطفى، كان هنالك عدة محاولات لحل سلمي. أنتم قوات قصاد أو اليبيجي أو سميها ما شئت،
ما الذي تفعلونه في المدن العربية رفعت ومنغ وغيرها من المدن؟ نعم، في البداية فقط للتوضيح، قوات سوريا الديمقراطية هي قوات سورية بامتياز، وهي عبارة عن فسيفساء يتواجد ضمن هذه القوات جميع مكونات الشعب السوري من كرد وعرب وآشور وغيرهم. وهنا نعتبر هذه القوات هي تعتبر قوات سوريا الجديدة، أي القوات التي يجب أن تسيطر على سوريا وتحرر جميع الأراضي التي تحت وطأة إرهاب داعش وغيرهم من الكتائب الإرهابية. ولكن هل هنالك قاعدة شعبية لهذا الأمر؟ يعني أنت تقول ذلك وربما كثيرون غيرك يقول ذلك، ولكن ربما الأكثر لا يعترف بها أنها ممثلة للشعب السوري، قوات قسد. هذه القوات مدعومة من التحالف الدولي والعربي، وهذه القوات أثبتت جدارتها حينما قد استطاعت أن تحرر جميع الأغلبية الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، والتي لم يستطيع أي قوة أخرى أن تحررها وتعيد الأمان إلى المنطقة. أما بالنسبة لسؤالك، أيضا تقول أن هذه القوات تقوم بالسيطرة على الأراضي العربية، هذا أيضا غير دقيق. كون هذه القوات مثلا جميع المدن والمناطق والقرى العربية بالأغلبية العربية، حينما تقوم قوات سوريا الديمقراطية بتحريرها تسلمها إلى الأهالي نفسها، وهذا مثلا في منبج حدث هذا الشيء، وأيضا في تل أبيض حدث هذا الشيء، وفي مدينة الشدادة في الحسكة حدث هذا الشيء. جميع المدن بالأغلبية العربية تدار من قبل أهلها ضمن مجالس مدنية، أيوة، وضمن قوات هي من أهل المنطقة نفسها. طيب. وأما الهجمة البربرية اليوم على مدينة عفرين مثلا، هي ليست المرة الأولى ولن تكون المرة الأخيرة. فتركيا منذ بداية الثورة ولتاريخ اليوم حاولت السيطرة على الأراضي الكردية ومنها الأراضي العربية أيضا شمال سوريا، والهدف التركي الأساسي هو استعمار منطقة شمال سوريا وكسر إرادة الشعب السوري بكرده وعربه وإفشال المشروع الديمقراطي والتبني لمشروع راديكالي إرهابي. طيب. تقوم بالسيطرة على ما هو المشروع سيد شيفان؟ ما هو المشروع إن كنت تسمعني؟ أن تقول أنه مشروع ديمقراطي، هل هو مشروع كانتون أو ربما كونفدرالية تقسيم؟ أخي العزيز، سوريا دولة مركزية، كان هناك الحكم فيها نظاما ديكتاتوريا، ونحن اليوم نريد ونسعى لتحقيق الديمقراطية في سوريا. نحن نسعى إلى دستور سوري ديمقراطي تعددي تشاركي، وهذا المشروع قد بدأ من مناطقنا وأثبت جدارته. يعني منطقة الشمال السوري اليوم تدار ضمن مشروع ديمقراطي، وهذا المشروع بعيد عن الانفصال مطلقا مثل ما يروج له البعض. هو مشروع ديمقراطي تعددي، الشعب يدير نفسه بنفسه ضمن برنامج ديمقراطي، وهذا المشروع هو عبارة عن انطلاقة لتغيير سوريا ككل إلى نموذج ديمقراطي فيدرالي اتحادي. فما الضير من هذا البرنامج؟ هذا برنامج ديمقراطي، فنجد جميع الدول المتقدمة اليوم يدارون على أساس هذا المشروع الديمقراطي. الفيدرالية نموذج جيد ونموذج ديمقراطي ونموذج ناجح. لماذا الكل يهاجم هذا المشروع؟ طيب، ولكن هنالك من يقول لك سيد شوفان، يعني الديمقراطية هي أن تتشارك مع كل الشعب السوري. سيد شوفان هنالك من يقول لك الديمقراطية، عم تسمعنا هيك وامشي حاسس سيد شوفان نحكي اثنين سوا. هنالك من يقول لك أن الديمقراطية هي أن تتشارك مع الشعب السوري كاملا، لا أن تقول يعني هكذا ونحن لكل الشعب السوري، وتحكم أن الكونفدرالية هي يعني مهمة وهي جيدة. أين الشعب السوري من ذلك؟ يعني عندما تصبح سوريا حرة ديمقراطية، تعالي أخيرا استفتي الشعب السوري بشكل كامل، والشعب السوري هو من يقرر. ويعني لا أدري أنا لماذا أنت تدخل الأتراك أيضا في هذا الأمر. الأتراك لم يتدخلوا إلا أخيرا، يعني هنالك مليون طرف وطرف تدخل. الآن أنتم مدعومون من الأمريكان. يعني أخي العزيز، أنت تقول الأتراك لم يتدخلوا. منذ بداية الثورة ولتاريخ اليوم الأتراك يملون أملاءاتهم على القوات السورية ويدخلون عناصر إرهابية ومتطرفة ضمن حدودها، وهذا الشيء ليس بجديد وليس بغريب. هناك إثباتات، هناك دول كبرى أثبتت هذا الشيء وليس نحن. طيب. هذه من جهة. من جهة ثانية، أنت تقول مثلا هذا المشروع يجب أن يكون ضمن استفتاء. سوريا اليوم تعاني من أزمة، وهل سننتظر مئات السنين لكي يقتل الشعب وتدمر البنية التحتية لسوريا بشكل كامل حتى نجتمع على استفتاء معين؟ نحن قلنا
إننا انطلقنا، بدأنا هذه الانطلاقة من مناطقنا، ولو إذا لم يكن هذا المشروع مشروعا ناجحا لما رأيت اليوم الاستقرار في مناطق الشمال السوري، ولما رأيت أيضا أنه مئات الآلاف من المهجرين من الداخل السوري اليوم في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية. اليوم بعفرين، فقط بعفرين مئات الآلاف من المهجرين من حلب ومن دمشق ومن حمص وحتى من اللاذقية، من جميع المدن والقرى السورية اليوم مجتمعون في عفرين. طيب. وهذا أيضا الكلام مردود على ضيفك حيث ذكر بأنه هناك إرهابيين في عفرين. إذا كان هناك إرهابيين، لماذا كل هذه اللاجئين بالمئات الآلاف يأتون إلى عفرين ولا يذهبون إلى مناطق أخرى؟ على العكس، كان الأجدر اليوم أن تكون جميع القوى السورية والشعب السوري ينظر إلى هذا المشروع بنظرة ثانية، ويحافظ على هذا المشروع ويتخذ منه نموذجا ليكون انطلاقة إلى جميع المدن والقرى السورية. جيد، أرجو أن تبقى معي. سيد مصطفى، استمعت جليا إلى ما قاله السيد الشيفان. يعني الرجل يقول لك نحن يعني نمثل كل الشعب السوري، قصد، ونحرر الأراضي ونسلمها إلى أهلها من بيج وغير من بيج. لا أدري ماذا بخصوص الرفعت، هل هم حرروها من تنظيم الدولة أم حرروها من أهلها، وماذا عن المشردين هنالك؟ تفضل. طبعا بداية يعني ضيفك عم تكلم عن الديمقراطية، أنا حابب أسأل، الديمقراطية اللي هو بيعنيها في عندنا أكثر من 300 ألف مدني مهجر رفعت ومحيطها، هدول في سياق الديمقراطية؟ التنسيق مع نظام بشار الأسد هذا في سياق الديمقراطية؟ استخدام الطيران الروسي وقتل العشرات من المدنيين في رفعت ومحيطها واحتلال هاي المناطق من أهلها من سكانها الأصليين، هاي هي الديمقراطية؟ يعني اليوم في عندنا نحن بالآلاف مهجرين، عمليات التغيير الديمغرافي في المناطق اللي هتتقدم لها قوات قسد، هاي هي من الديمقراطية؟ يعني هذا الكلام كلام غير، وأنا ما أعرف، بدي أرد على ضيفك، هو جالس يعني أرض الوطن يعني آلاف الكيلو المترات، يعني اليوم هو بيتكلم كلام بعيد عن الواقع تماما. في عند اليوم مدينة رفعت ومنك وعند دقنا فارغة بشكل كامل، مناطق مهجورة سكانها على الشريط الحدودي في الخيام، هاي هي الديمقراطية اللي انتو يعني وعدينا فيها؟ اي ديمقراطية في شراكة مع نظام بشار الأسد؟ ارتالكم العسكرية تتحرك ضمن مناطق نظام بشار الأسد، قياداتكم عم تجتمع مع قيادات نظام بشار الأسد، الدعم الروسي اللي هو الحليف الأكبر للنظام عبيد عن قواتكم على الأرض، اليوم بعدين عن أي استقلالية في القرار؟ كم قاعدة عسكرية صار في مناطق نفوذكم؟ كم قاعدة لأي دولة؟ رفعتوا علم النظام؟ رفعتوا علم روسيا؟ رفعتوا علم أمريكا؟ شو باقي ننتظر؟ والله ما باقي غير علم إسرائيل يرتفع. يعني حقيقة أنا بتمنى من ضيفك يراجع نفسه. بعدين قوات سوريا الديمقراطية مين كانوا فسيفساء وبتشكل مصادر الدعم والقوة ويعني كل شيء من سلاح ومن مال هو فقط بإيد قليلة هي المتنفذة، ولكن الوجود العربي للأسف يعني مغلوب على أمره. نعم، في بعض المجموعات الصغيرة اللي بغت عليهم تنظيم القاعدة وضعتوهم في مناطقكم وجعلتم من هاي المجموعات ستار لتمرير مشروع انفصالي، عم يتكلم عن الديمقراطية ونسيان أنه موضوع الفيدرالية والمركزية وكل هاي الأمور بيحددها الشعب السوري، ما بيحددها مجموعات جاءت من جبال قنديل. أصحاب القرار في عفرين هم قيادات من قنديل وليسوا أبناء هاي المناطق. أبناء هاي المناطق مغلوبين على أمرهم، الأمة الكردية العظيمة صاحبة يعني التاريخ في التحرر للأسف الآن هي مغلوبة على أمرها. أنا بتمنى ما يتحول هاي الحلقة تحديدا لمنبر لشخص يدلس على الشعب. سيد مصطفى، ما منبر، خلي يبين رأيه قدام الجمهور والجمهور يحكم وتبين رأيك وبيحكم. على كل أحوال أرجو أن تبقى معي. سؤال أخير، أنا بتمنى من ضيفك يقول ليش ما وافقوا على الحل السلمي؟ ليش ما وافقوا بإعادة 300,000 مهجر لهي المناطق؟ طيب، استمعت سيد الشيفان، لماذا لم توافقوا أولا على كل المبادرات التي تقدم بها الجيش الحر؟ هنا الآن كل مواطن عربي يستمع إليك الآن ويشاهدك، يعني كيف يمكن لك أن تقنع العرب بالفكر التي تحدثت بها الآن؟ يعني تتحدث عن ديمقراطية وديمقراطية سوريا وبنفس الوقت
يتم تهجير أهل سوريا من قبلكم كما تحدث الآن سيد مصطفى في شمال حلب. تتحدثون عن قتال، لحظة، تتحدثون عن قتال الأسد وأنتم تنسحبون لصالح الأسد ولصالح الروس اليوم في عفرين وبالأمس القريب في منبج، تمام؟ تتحدثون عن قتال تنظيم الدولة على عين والرأس، لماذا تقاتل وتقولون متطرفون وإسلاميون، لماذا تقاتلون الجيش الحر وتعتبرونه عدو؟ لماذا تتدخلون في إعزاز قبل أن يتدخل الأتراك أنفسهم؟ تفضل. يعني أنا أستغرب من كلام ضيفك حينما يتحدث عن التهجير. هناك ملايين السوريين قد هجروا، وهل كان هناك قوات سوريا الديمقراطية في حمص وفي دمشق وفي غيرها وفي أطراف حلب وفي إدلب؟ هذوليك يا سيدي، هذوليك هجرون الأسد، هذوليك هجرون الأسد، عليه من الله ما يستحق، هذوليك هجرون الأسد. نحن عم نحكي بالشمال، بالشمال فقط، مناطقنا بالشمال السوري. اليوم هناك ديمقراطية حقيقية. اليوم كيف؟ الشمال السوري هناك مؤسسات تدار وتخدم الأهالي. هناك وهناك أيضا أفرع الأمن التابعة لنظام الأسد، يعني هذه الديمقراطية أيضا. ليس هناك أفرع الأمن التابعة للنظام، إلا ما هناك مربعان فقط في الحسكة والقامشلي لإدارة الشؤون المدنية للمواطنين. بالتأكيد نحن نسعى إلى خلق ديمقراطية، ونحن نسعى إلى تحقيق طموحات الشعب ضمن إطار أن لا تتضرر البنية التحتية. هناك أحيانا نحتاج، نعم، قوات الجيش النظامي السوري لا توجد في مناطقنا، ولكن هناك بعض الدوائر الرسمية نحن نعتبرها مربعات أمنية لخدمة الشعب. هل تريدون أن تتحول الشمال السوري مثل ما حولوها ما يسمون أنفسهم بالجيش الحر إلى أرض قاحلة ومدمرة، وأطفال بالآلاف قتلوا في مناطق حمص وفي إدلب وفي حما وفي في جميع أنحاء سوريا؟ هو هذا ما يريده النظام بالضبط سيد شيفان. هنالك من يقول لك هذا ما يريده النظام بالضبط، يعني إن كنتم لستم تحت رعايتي فسيحصل بكم هكذا. يعني نحن مجددا ندعو أخوتنا في الجيش الحر، ندعو الشرفاء منهم. وأنا متأكد أن هناك ما زال المئات من الشرفاء موجودين ولا يعرفون الحقيقة. الآلاف مما كانوا يسمون أنفسهم بالجيش الحر اليوم انضموا لقوات سوريا الديمقراطية، ونحن نتطلع لأن ينضموا الأكثر والأكثر. قوات سوريا الديمقراطية هي القوات التي ستخلص الشعب السوري من مأساته الحقيقية، وهذه حقيقة. ونحن حينما نقول هذا الكلام هناك إثباتات على الأرض. الرقة، لولا قوات سوريا الديمقراطية من سيحرر الرقة؟ لولا قوات سوريا الديمقراطية من سيحرر دير الزور؟ لولا قوات سوريا الديمقراطية كيف سيكون شكل الشمال السوري؟ هذه حقيقة يجب أن ننظر إليها. ولكن الحقيقة الأكبر، فإذا عدنا إلى الوراء قليلا، حينما تقدمت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة وجدنا أن الأتراك يستهدفون كخنجر الغدر. طيب انتهى الوقت تماما سيدي، سيد شيفان. واليوم حينما قوات سوريا الديمقراطية تحاول أن تسقط مركز ومعقل تنظيم داعش الإرهابي، الأتراك يجهزون حملة أخرى تحت مسمى سيف الفرات. لماذا لا ننظر إلى هذه المواضيع بعين الاعتبار، وننظر من هو الذي يتطلع لخلاص الشعب السوري، ومن الذي يمشي ويحقق الإملاءات التي توجهها الدول الإقليمية على حساب تطلعات؟ ماذا عن الدول غير الإقليمية؟ يعني ماذا عن روسيا وماذا عن أمريكا؟ ألا تنفذون أجندة أمريكية أيضا؟ نحن لا، نحن ننفذ أجندات الشعب السوري وتطلعاته، لكن لا ضير من أن نتعاون ونكون حلفاء لدول كبرى حينما هذه الدول أيضا تحقق تطلعات. طيب، الشعب السوري. جي، نحن نتلقى دعمنا وننفذ قراراتنا حسب ما المصلحة الوطنية لكم. طيب سيد شيفان، أنا أعتذر منك، الوقت انتهى تماما، وإن شاء الله سيكون لنا لقاءات قادمة، ولكن الوقت بالفعل انتهى تماما. أشكرك جزيل الشكر سيد مصطفى السجري، رئيس المكتب السياسي للواء المعتصم، كنت معنا من غازي عنتاب. والشكر للسيد جميل عمار المحلل السياسي، كان معنا من ستوكهولم في الملف الأول. والشكر للسيد شيفان الخبوري من حركة المجتمع الديمقراطي الكردي، كنت معنا من برلين. والشكر، كل الشكر لكم مشاهدينا، على أمل لقاء بكم مجددا في أخبار جديدة لنكشف لكم تفاصيلها ونغوص معا بين ثناياها. هذه تحيات محدثكم عمار الشاعر، لكم مني كل محبة، دمتم بخير وإلى اللقاء.